مرحبا بكم. سنتحدث اليوم عن الزيتون. الزيتون هو نوع نبات شجري يتبع الفصيلة الزيتونية، وهو من النباتات الزيتية دائمة الخضرة. شجرة الزيتون من الأشجار المعمرة، وتعتبر ثروة لما لها من فوائد اقتصادية وبيئية. ثمرتها ذات فوائد كثيرة، فهي غذاء كامل، ويستخرج منها زيت الزيتون ذو الفوائد الصحية والغذائية والتجميلية. ورد ذكره في الكثير من المراجع، وبنيت حوله الكثير من الدراسات. له قدسية خاصة في جميع الديانات الإبراهيمية. الزيتون هي شجرة من فصيلة الزيتونيات، لها جذع صلب به عقد، أوراقها خضراء شاحبة، تعطي ثمرا زيتيا. تختلف ألوانه حسب نضجه وفترات قطفه، من أخضر وأصفر إلى أحمر بنفسجي. الشجرة دائمة الخضرة معمرة، ولها قدرة على الصمود في ظروف بيئية قاسية، الجفاف والأراضي المحجرة وقليلة العمق والخصوبة. المجموع الجذري سطحي غير متعمق، خصوصا في الزراعات المروية، يكون عمقه بين 40 إلى 70 سنتيمتر. الجذع في الأشجار الفتية أملس مستدير، ومع تقدم العمر يفقد الاستدارة نتيجة نمو بعض الأجزاء على حساب أجزاء أخرى، وهو سميك ويزداد سمكا بزيادة عمر الشجرة وملتوٍ ومليء بالعروق والتعرجات. يكون ارتفاع الشجرة عادة ما بين 3 إلى 6 متر، مع أنه قد يصل إلى 10 إلى 12 متر في بعض الظروف أو الأصناف والحالات. وثمار الزيتون، وهي عبارة عن حبة صغيرة بيضوية الشكل، شديدة المرارة، لونها أخضر مصفر أو بنفسجي، لها نواة واحدة شديدة الصلابة، تختلف أشكالها وحجامها باختلاف أصنافها. الشجرة تفضل السفوح الصخرية القريبة من الساحل ومناخ البحر المتوسط، لكن يمكن زراعتها بعيدا عن الشاطئ، ويمكن للشجرة أن تتحمل الجفاف نظرا لنظام جذرها المتعمق في الزراعة البعلية. لكن كلما كانت الظروف مناسبة أكثر، كانت جودة الزيتون أعلى. الشجرة مباركة فعلا، حيث أنه يستفاد منها وزيتها وخشبها وورقها. فالزيتون ممتاز للأكل بعد تغسيله وتخليله. وزيت الزيتون من أفخم الزيوت، ومع أنه زيت إلا أنه غير ضار، وبالعكس هو يفيد القلب. أما الخشب فهو قاسي وفيه عروق جميلة، مما يجعله خشبا فخما للاستخدام في صناعة التحف وغيرها. والورق مفيد، ويمكن نقعه وشرب السائل الناتج، ويمكن الاستفادة أيضا مما يخلفه الزيتون بعد عصره، ويسمى البيرين. يعاد عصره بدرجات حرارة عالية لينتج منه زيت المطراف، المستخدم بإنتاج صابون الغار. وأيضا زيت الزيتون، 95% من زيت الزيتون وحب الزيتون في العالم أجمع يأتي من منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط. ومع أن العديد من الدول ذات المناخ الشبيه تزرع الزيتون، إلا أنها لا تفوق على البحر المتوسط. ويستخدم زيت الزيتون في الطبخ وبالذات في السلطات، لكنه يؤكل لوحده أيضا. وزيت الزيتون غالي الثمن نسبيا، خاصة في الدول التي تستورده. يساعد زيت الزيتون على تقليل مخاطر أمراض القلب، وذلك لوجود نسبة عالية من حمض الأوليك. ينظم الكوليسترول في الجسم، يكافح الجلطات والنوبات القلبية، خاصة إذا كان الزيت بكرًا وبجودة عالية. يطهر الجلد عند دهنه عليه، ويقوي الشعر.
علاج فق الدم، دعم الجهاز الهضمي، وأيضا تقليل الالتهاب. وكلما كان الزيت طازجا أكثر كان أفضل، أي أفضل من الزيت القديم في الطعم وحتى في الفائدة. لثمار الزيتون قيمة غذائية مرتفعة، فهي غنية بالمواد الكربوهيدراتية الفيتامينات المختلفة، بالإضافة إلى محتواها العالي من الزيت من 15 إلى 20%، ولزيت الزيتون المستخلص بالطرق الطبيعية فوائد صحية وغذائية جمة لتركيبه الكيماوي المتميز عن الزيوت النباتية الأخرى. يحتوي على أحماض دهنية مهمة في الوظائف الحيوية والتفاعلات الكيماوية التي تحدث داخل الجسم. محتواه العالي من الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، حامض الأوليك الذي له فوائد عظيمة في الطب الوقائي. تركيبة متوازنة من الأحماض الدهنية العديدة، عدم الإشباع مثل لبن الأم. محتواه من مضادات الأكسدة لحماية الأحماض الدهنية الغير مشبعة من الأكسدة الذاتية. محتواه من الفيتامينات المختلفة خصوصا فيتامين A and E. محتواه من البيتا سيتوريول الذي يحول دون الامتصاص المعوي للكوليسترول. محتواه من السكلوار فينول الذي ينشط الإفراز البرازي للكوليسترول من خلال زيادة إفراز العصارة الصفراوية. وأيضا زيت الزيتون له علاقة إيجابية بكل من أمراض الجهاز الهضمي، الاضطرابات المعوية، الإمساك، القرح، حموضة المعدة، تنشيط الكبد وزيادة إفراز العصارة الصفراوية، الحصوات المغارية، نمو المخ وشبكة الأعصاب للجنين والأطفال بعد الولادة، حساسة العظام، الشيخوخة، الأورام، الكوليسترول، تصلب الشرايين وأمراض القلب، السكر، الأمراض الجلدية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلوا الزيت وادهنوا به، فإن فيه شفاء من 70 داء منها الجذام. وفي رواية أخرى عن أسيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا الزيت وادهنوا به، فإنه يخرج من ثمره مباركة. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح حسن. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنشر المزيد إن شاء الله.